كانوا سبب كبير في نجاح فيلم ولاد رزق الجزء الأول والتاني، ولما غابوا عنه كانوا تأثيرهم واضح وكبير، وطبعاً البعد ده حصل بسبب إنهم اتفككوا والظروف اللي مروا بيها. تعالوا أقول لكم إيه الحكاية. فرقة المدفعجية بأغانيها في ولاد رزق الأول والتاني كانت مسمعة في كل حتة، ولسه لحد دلوقتي قادرة تبقى ترند والناس شغالة في الأفراح والمناسبات وفي كل وقت. ما هو مين يقدر يعني ينسى أغنية أسود الأرض ولا السبقانة كسبانة، واللي يقدروا يعملوا قلبان في أي مكان. بس الجزء التالت بقى الأغنية بتاعت الفيلم ما كانتش بصوتهم، وكي مكانهم مسلم وعنبة، وده علشان أصلا ما بقاش ليهم المدفعجية بتوع زمان واللي كانوا أول فرق الشعبي في مصر. ليه بقى ما بقوش موجودين وراحوا فين؟ هقول لكم الحكاية. بدأوا المدفعجية مع بعض وهم أربع أشخاص، الديزل وسعيد دولسيكا وإسلام شندي وكنكا، دي طبعا أسماء رمزية. هم طلعوا على نفسهم من أول ما بدأوا الفرقة وفكروا فيها، هم من السلام مش من اسكندرية زي ما ناس كتير كانت مفكرة. نقدر نقول بقى أن دول كانوا بداية المهرجانات في مصر سنة 2007، بس المدفعجية ما بدأوش يغنوا، لا دول كانوا في الأول شغالين دي جي في الأفراح الشعبية، بعد أخذوا قرار أنهم يغنوا وبدأوا واحد يكتب وراح التاني ويمشي معاهم. فعلا عملوا أغاني وضربت مع الناس زي يا مساء الاستغراب والمدفعجية رجعت، ده غير بقى أغاني الأفلام والمسلسلات والتترات اللي كانوا بيغنوها سوا، وبرضه كانت الناس بتحبها وبتعلم معاهم. محمد رمضان كانت حكايته معاهم حكايه، ما هم ظهروا مع بعض في فيلم قلب الاسد في اغنيه يا مساء الاستغراب، وعملوا مع بعض بعد كده 6 اغاني، يعني هم ومحمد رمضان وشهم حلو على بعض في الشغل، بس للاسف الدنيا ما مشيتش بينهم كده على طول. فجاه اسلام شندي خرج وقال انا نمبر وان الحقيقي، وهاجم محمد رمضان علشان المفروض كان هيعمل شغل جديد مع الفرقه، بس عاملهم بقله التقدير فقرروا انهم ما يكملوش معاه الشغل وانسحبوا علشان حسوا ان هو مش زي ما كان بيعملهم زمان، مع انهم بدأوا مع بعض ونجحوا كتير مع بعض. المدفعجية مش زي باقي الفرق الموجودين على طول على الساحة زي مثلا حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمان اللي بيعملوا فرقة ويغنوا مع بعض، لا المدفعجية بيظهروا كل فترة يعملوا أغنية وبعدين يرجعوا يختفوا، وده لأنهم شغالين بمزاج شويتين ثلاثة، كمان كل واحد فيهم بيشتغل لوحده، منهم اللي بيغني وبيعمل ديوتهات برا الفرقة، بس مش ده معناهم إنهم سابوا بعض زي ما اتقال، لا بالعكس دول بيفرحوا لبعض جدا وكمان بينزلوا الأغاني دي على الأكاونت بتاع الفرقة على السوشيال ميديا، وده طبعا ينفي كل اللي اتقال من اشاعات عليهم بانهم سابوا بعض وكل واحد راح في طريقه، بس لا ده ما حصلش خالص، هما لسه مكملين في اللي بيعملوه، بس كان عندهم مشروع مهم جدا لتجربتهم وما كملش ومحدش عارف، وهم ما اعلنوش هما ما كملوش لحد دلوقتي ليه، وهو ان شركه العدل كانت هتنتج ليهم فيلم عن قصتهم وعن كفاحهم، اللي كان هيكتب الفيلم هو مدحت العدل، بس الكلام ده كان من 2021، بس للاسف الفيلم ما كملش لحد دلوقتي وما تكلموش في الموضوع تاني. المدفعجيه زي فرق كتير ظهرت واختفت، بس هم بقى فضلوا قادرين يكملوا لسنين كتير، وكمان فرق كتير ظهرت بعدهم شايفين ان هما اعمام الشغلانه. مش بس كده، لا ده كمان بيتاخد رايهم في اغاني وبيشاركوا في نجاحات كتير لفنانين ياما، بس محدش بيجيب سيرتهم. انتم بقى فاكرين اغنيه ايه للمدفعجيه؟ شاركوني برايكم في التعليقات.